فهل سماع الأغاني الشبابية في أوقات غير العبادات حرام أم لا؟ هنعزف سويا الآن في الفتوى. الأغاني والموسيقى، الإنسان له قلب، القلب يمتلئ بعواطف جياشة، يحب الشيء الحسن والطرب الحسن، أمر طبيعي. ولكن لما شيخنا الشيخ الغزالي كان يقول، كانت أم كلثوم تقول أنا الشعب، أنا الشعب لا أعرف المستحيلة، كان الشيخ الغزالي يقول أنا أرى أن صوتها هنا ليس عورة. وعندما كان يقول عبد الوهاب ليلنا خمر وكأس هذا صوته عورة،